اهلا ومرحبا بكم في توقعات احوال طقس اليوم غد الثلاثاء. غادي يبقى الطقس بارد بالمرتفعات والجنوب الشرقي والمنطقه الشرقيه والهضاب العليا مع تكون صقيع او جليد محلي، كما غادي تكون سحب منخفضه مصحوبه بكتل ضبابيه غادي تمسه الغربيه للاطلس وشمال الاقاليم الجنوبيه، وذلك خلال الصباح والليل. غتكون السماء غائمه خلال الصباح فوق الاطلس الكبير والمتوسط وسفوحهما الغربيه المجاوره وباقصى شمال المنطقه الشرقيه، مع نزول قطرات مطريه ضعيفه، بينما غادي تكون سماء عدا ذلك قليله السحب الى صافيه بباقي جهات المملكه. أما الرياح فغادي تهب معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وغادي تهب من القطاع الغربي بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق. الآن خليكم مع درجات الحرارة. بالنسبة لمدينة طنجة غادي تعرف 6 درجات، درجتين مدينة وجدة، 5 درجات بفاس، 7 درجات بالرباط، الدار البيضاء غادي تعرف 8 درجات، 5 درجات في مكناس، مراكش 3 درجات، أكادير 5 درجات، العيون 10 درجات، و12 درجة في مدينة الداخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. شوف تي في جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل واللي جات بين يديكم مجموعه من الامتيازات، اجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل كيضم التلفزه الالكترونيه، الجريده الالكترونيه، شوف سبور، المراه تي في، واسبوعيه المشعل. اخر المسجدات كتوصلوا بها مباشره ملي كتانستاليو التطبيق ديالنا، والاكيد انكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الاندرويد يكفي انكم تدخلوا البلاي ستور وفي لا بار دو ريشيرش تابيو شوف تي في، وهي الابليكاسيون عندكم. جديد الاخبار وسكوبات بالصوت والصوره، البرامج، حوارات وريبورتاجات كلها متوفره في الابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على اخبار حصريه ومثيره في عالم الرياضه بالصوت والصوره. شوف تي في، اخر الاخبار بين يديك بسامبل كليك.